أحسنت. أنا أريد أن أعرج على الآية الكريمة اللي ذكرها أخونا الشيخ حمد، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فسمى الدعاء عبادة، من عظم الدعاء سماه عبادة. الدعاء له فضل عظيم لا شك. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، من لم يسأل الله يغضب عليه، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. لا تسألن ابني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تغلق. الله أبوابه مفتوحة في الليل، آخر ساعة من الليل بين الأذان والإقامة، كلها أوقات إجابة. ينبغي على العبد المؤمن أن يدعو الله في الرخاء وفي الشدة في كل وقت، لأنك محتاج إلى الله سبحانه وتعالى. لا يعني العبد يستكثر من الدعاء. يعني شوف سبحان الله، الحديث الذي رواه أبو هريرة هذا يدل على أن رضا الله سبحانه وتعالى في هذا الدعاء، يدل على أن دعاء الله وسؤاله واجب في الجملة، بحيث أن من ترك دعاء الله بالكلية فإن الله سبحانه يغضب عليه. قال ابن القيم رحمه الله فيها معلقا على هذا الحديث، هذا يدل على أن رضاءه في سؤاله وطاعته، رضاء الله في سؤاله وطاعته. وإذا رضي الرب تبارك وتعالى فكل خير في رضاه، وكل بلاء ومصيبة في غضبه. وقال أيضا رحمه الله، الغضب لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم. وقال القاري رحمه الله معلقا على هذا الحديث، لأن ترك السؤال تكبر واستغناء، وهذا لا يجوز للعبد أن يتكبر ويستغني عن الله سبحانه وتعالى، فإنه محتاج إلى الله، وإنه صاحب حاجة، فقير بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن الله يجيب دعاءه. لذلك قال الله سبحانه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لم يقل بعيد، قال قريب فقط، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وأتت آية الدعاء بعد آية الصيام. قال العلماء رحمه الله، في إشارة أن للصائم دعوة لا ترد، أتت آية الدعاء بعد آية الصيام في سورة البقرة. فنسأل الله تعالى أن يستجيب دعاءنا، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يفرج همومنا، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. آمين.